الساحرة المستديرة، اللعبة الشعبية الأولى في العالم، هي متعة الجماهير والفنيين واللاعبين. لكن الساحرة قد تصبح خطيرة، قاتلة لمن يلعب ويجري على مستطيلها. عندما يتعرض إلى مشاكل صحية مفاجئة، خاصة على مستوى القلب. شفنا يعني عمليات لعيبة سوى عمليات قلب مفتوح، لعيبة سوى عمليات إزالة أورام، والله الحمد رجعوا يلعبون. أعتقد يعني خفقان القلب كمصطلح يعتبر عادي، ممكن يعني ممكن عادي، لكن ما وراء الخفقان هذا أو أسبابه أو مسبباته، هاي اللي مهم نعرفها. ولنتعرف على أمراض القلب الخطيرة التي قد تنهي حياة اللاعب أو مسيرته، ذهبنا إلى مركز الفيفا الطبية لنلتقي بمختص في الطب الرياضي الدكتور مراد الغريري. خفقان القلب ممكن يكون أثناء المجهود الرياضي، ممكن يكون سبب بتاعه تشوه خلقي، وهذا يعرف أثناء الفحص الطبي سابق المنافسة. لكن فيه لعيبة قلبهم سليم والكشوفات قبل المنافسة تبين الكلام هذا، لكن أثناء المجهود الرياضي لأسباب أخرى طارئة ممكن يؤدي إلى خفقان القلب. على سبيل المثال، إذا اللاعب هذا ما نام جيد قبل التمرين والمباريات، إذا اللاعب هذا فيه حمى، عضلات القلب من كثر ما تشتغل عند الرياضي تتضخم كذلك. لكن هذا تضخم عادي، تضخم صحي، لكن إذا تضخم القلب المرضي هذا من شأنه وكونه يشكل خطورة، يؤدي لا سمح الله إلى توقف القلب أثناء الممارسة الرياضية وإلى الموت المفاجئ. وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن سلامة اللاعب تبقى أهم من تحقيق الانتصارات والتتويجات. مستحيل يسجل لاعب محترف لممارسة الكرة لو لم يستكمل الكشوفات الطبية المنصوص عليها في كشوفات أي اتحاد محلي لكرة القدم. ولأن الجسم السليم أساس كل ممارسة رياضية، تبقى الأولوية دائماً لمتابعة الحالة الصحية للرياضي قبل الأعداد الفني والمهاري. أخصائي الطب الرياضي الدكتور مراد الغريري يرى أن المتابعة الطبية للرياضي في مختلف الاختصاصات يجب أن تكون بصفة دائمة، كما أن الملف الطبي يعتبر ضرورة لا بد منها، يصاحب اللاعب في كل المواسم الرياضية ويرصد كل التفاصيل الصحية للرياضي حفاظا على حياته ومسيرته. نبيل المعلول، اليوم على الحرة، دبي.